هذه آخر همي موالي، نجحتي ولا سقطتي؟ عم بسألك إذا في حدا عم يتغالص، حدا عم يحاول يطبق، يعني بعرفك تتكتمي على هيك قصص. والله العظيم بخملك لا تتأخر عليه مرة تانية. خلال 5 دقائق بدي المطعم يكون فاضي، ما عدا طاولة كابوني بالي، لا تخليه يحس عليك، اعتذر من الزبائن، لا تحاسبه. سقطيني مرايح نهار. نقطه ليك بعدين من الحاميني انت. لك صحيح انا ما سالتك، هذا الرجال اللي كان عم يهددني انت شو عملت معه؟ ما عملت شيء. ما انا حيرجع يحكي معي. لا لا ما بتصور. كثير طيب عن جد. صحة وغنى. يقطع عم بالشورة بقى. طول بالك بتروح بالمرة. شو هرب ما هرب؟ شو القصة؟ شو هرب؟ من 5 دقايق هاتي غسل ثيابه بعد ما كب عليها أكل. إلا شكاكي الحمامة؟ إلها، بس كيف حس؟ اللي عم تحكي هذا الحكي؟ بوس إيديكم لازم تمسكوه، والله بيقتلني. وين راح؟ والله ما بعرف. شو ما تعرفين؟ ما كان معك؟ إيه؟ بلا كان معي، فعلا الحمامة غسلت هون. طيب شرفي معك؟ لا عندي شرف معك. لوين يعني؟ على المخفر. مخفر؟ مخفر شو؟ أنا شو لي علاقة؟ ما لك علاقة، بس في كم سؤال لازم تجاوب عليهم. بوس إيدك لا تبهدلني، أنا طالبة جامعة مو شي ومش بهدلة. الله يوفقك. لا شرفي إذا سمحتي ما بدنا نعمل شو شرع. الله يخليك داخلي على عرضك، لا تاخذني على المخفر. الله يوفقك. يا أختي اهدي شوي، ما رح أسهل معك شي، بس رئيس القسم لازم نشوفه. حياة أمك وكل عائلتك، لا تاخذني على المخفر. والله إذا دري أهلي بيتبحوني. الله يوفقك. لا يا عيني هني كلمتين وبس، لا رح يدروا أهلك ولا شيء. طيب طيب شو بدك بجاوبك هون؟ بس تاخذني على المخفر. بحياة الله بيسر على حريمك. الله يوفقك. لا استغفر الله يا عمي، ما حدا حيحكي معك. أنا بعرف بعرف إنكم أوادم، بس بخاف حدا من أهلي يشوفني. الله يوفقك، لا تاخذني على المخفر. يا أختي طولي بالك، أنا معي أمر من رئيس القسم ما بحسن خالفي. مشان تهدي امشي قدامي وكأنه ماشي لحالك، منيح هيك؟ بس بلا المغفر الله يخليك. ما بحسن، هذا أكثر شيء بقدر سألك، ما بدنا نضيع وقت، يلا. هلا هيك أنت عم تلفتي نظر، اهدي شوي وكلها شغلتك 5 دقائق، بعدين ترجع على بيتكم. أنا رح روح معك. مشان شو؟ شو مشان شو؟ هذا مجرم بده يرجع يعمل لي مشكلة، أنا لازم أشوف صيانة العقيد. عمار وينك؟ وين مأبور؟ بالبيت معلم. بتجهز الشباب بسرعة، اليوم عندنا حفلة كبيرة، بدي ربي المزابل بواحد كلب عوايني. معلم نص الشباب بحلب، شو نسيت؟ را عن بالي، طير لي عالي قلب من الحرام. والعمال؟ ما بعرف معلم، شو بتأمر أنا جاهز؟ بتلملي شلة سرسرية زعلان مثل حكايتك من عندك من الحارة، من أي محل وبسرعة. طيب معلم نص ساعة بنطير وبحكي معك. ما معي نص ساعة، يلا دبر. خلص معلم نص ساعة كل شي بترتب بإذن الله. مع شيخ الوادي عم تلعب، والله لخلي جلدك دربكات والله.
سلامات معلم. مين؟ مين جبت؟ تشكيلة بس كلهم رجال. فأنت شو بدهم يعملوا؟ جاهزين مثل ما أمرت. مين بده يدق الباب؟ واحد مبين طيوب. بعت لي إياه بدي أشوفه. تأمر معلم. زين لشوف. أنا؟ إيه أنت يلا بسرعة. تحلو أشوف. معلم بده اياك بس مثل ما فهمت. يلا يلا على راسي ما بدي اسئله وكثر حكي. يلا بسرعه لشوف. عبرك معلم. شو اسمك انت؟ جابر معلم. شوف يا جابر، قسما بالله ما بخلي ولا عظمه تجبر ببدنك اذا بتغلط اليوم. تحت امرك انا معلم. واذا بتشتغل صح لك اكراميه مدلل. ما بدي غير سلامتك معلم. يمين الطبنجة الشاكلة على خصرة اللي معلم وضبة اللي بده يستعملها ما بيبينها. أمرك معلم. يلا كروج لعند الفاتح. مشي الحال؟ مشي الحال. وعاك تسودني بشي؟ إن شاء الله. جابر زيل وعميل مثل ما قلت لك. ما في. أمرك معلم. كان مصي دمه. أشوف فكر حالك كامش حرامي كله شابك برغش العين تصرف. يا جماعة داية يا خلي جاء بالي أخذ إجازة عشان.
قلتك المعلم بيوافق ما رح يعطيه ان شاء الله ما بيعطيه ما يعطيه شراب ما تشرب شراب معلم في 3 شرطة على باب الفيلا البراني عوايني كلب بيكون مبرطل ودافع رشوة اللي لشوف الفيلا اللي جنبه مسكونة ما بعرف معلم متأكد انه بس 3 هذا اللي شفتهم بس 3 يكونوا 300 رح جيبه افتح الصندوق ووزع سلاح على الشباب يلا تأمر معلم السيارة بسرعة يلا شباب لك يلا شباب يلا داخلي من هالنوبة هيدا بتخلص مالي عرفها لكن بتخلص أحلى يا عمار تفهموا للشباب ما بدي تخبيص وما بدي أي غلط إن شاء الله أول ما أشلح نظاراتي بيهجموا خلص معلم مثل ما أمر ما بدي ولا طلقة تطلع طلقة واحدة بتخرب لنا كل شغلنا أوكي ولا طلقة الله معك سمعتوا شباب معلم ما بده تطلع طلقة من بارونة أبو أحمد يا أبو أحمد شو القصة يا صورة فاتل يا عفور كلها بيت بيت دار دار زنقة زنقة والعافية يا شباب أهلين وبعدين مع السهرة شو بدنا نقضيها كلها فتلة بيعفور وعلى أساس تبعت لي 2-3 من عناصرك استنوني براس الدخلة ليش ما بعتهم أخي لهلا لا ما بعرف أنا بشارع دي على يساري شجر وعلى يميني فيلا مين هاي الفيلا شباب فيلا الأستاذ صفوان العبد عم بيقولوا لواحد اسمه صفوان العبد عرفت على الفيلا؟ يا كتير منيح أنا واقف عم بستنى يا خليهم ما يتأخر والله يرضى عليك يحرق أخته لهالسيرة مع السلامة مع السلامة صحة وأنا شو عم تشربوا؟ متى تفضل حوي نزل إيدك عم بجوء نزل خنقته ترفع باروتك بوشي لا لولا العيب والحياة كنت هلا خبصت بطنك بس مدلتك لازمتنا ما بدنا نوسخها ايه شباب من الاخر محسوبكم ابو نيبال برقبتي 100 قتيل وما بنخسر شيء اذا صاروا 103 انتوا اللي بتنضروا بس شكلكم دراويش وما بننضركم وما بدنا نعمل شو شلل لحتى ما نشلق العالم اللي جوا والله يرضى عليكم تسلموا سلاحكم وانت مساكت فهمنا طيب انتوا مين شو بدكم انا بابا نويل وهذا اللي كان شق من نقرتك بابا سمفور وهدول السنافي رجع اللي إش حنكك وحنكه وعم نحكي ما بدنا نشلق حدا سمعان بشيخ الوادي أنا شيخ الوادي اللي لشوف مين في جوا بالفيلا بدك أحكي أولاد الأستاذ ومرته وولاده كم ولد عنده شابين وبنتين عمار حاضر معلم شلهم بدلاتهم وحطهم بالسيارة وتروح معهم اثنين وانت البس بدلتي بس نمر معلم بس بسرعة حركة والله على الأولاد بسرعة والله يا جماعة خلاص شاي شباب الله يسلم ايديك يعطيني اياها بسرعة ورايا الفيلا مين طلع حبيبي القلب يقبر قلبي يا حياة على شو يقبر قلبك بخيلك يلا رومانسي كتير وحلو بعدين والله مراد أحلى شوفي 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 بوك علينا غالي ولا عمره عيب مساك
هذاك الأعمى ضرب جوزك جحش قاعد مسلطي عم بدق على العود، لكن اللي بيعمل عملتك على القليلة بيخاف بيحسب حساب. لك ما أنا خايف على حالك، على القليلة خاف على هالصبايا مثل الوادي، على هالشاب الحلو مثل النفجي. أبي مين هذا؟